قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فقوله تعالى في مطلع الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قبل هذه الآية قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، أثبت الملك له عز وجل، وقدم الجار والمجرور على الملك من باب الحصر، وهو أن هذا الملك إنما هو لله عز وجل. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم لما أثبت الملك له عز وجل، وهذا دليل على أنه هو الذي يستحق العبادة، نفى أن يكون هناك ملك لمن عبد من دونه عز وجل، فقال: والذين تدعون من دونه. الذين اسم موصول، فيشمل كل من دعا غير الله عز وجل. وقوله تدعون يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله ما يملكون من قطمير، ما هنا نافية، ولذا جاء الفعل المضارع بعدها مثبتا فيه النون، لأن يملكون فعل من الأفعال الخمسة. فقال ما يملكون من قطمير، والقطمير هو القشرة البيضاء التي تحيط بنواة التمر. فقال عز وجل ما يملكون من قطمير، فهم لا يملكون حتى النواة، وكذلك لا يملكون القشرة التي فوق هذه النواة. وقطمير هنا نكرة في سياق النفي، فتعم أي قطمير، لأن القطمير يختلف باختلاف النوى، فمنه ما هو صغير وما هو كبير. وأكد هذا العموم بمن الزائدة، الأصل ما يملكون قطميرا، فمن هنا زائدة. وقلنا مرارا إن الزيادة إنما هي في الإعراب، أما من حيث المعنى فليس هناك حرف زائد في كتاب الله عز وجل، فكل ما في كتاب الله عز وجل فله معنى. وهذا المعنى من باب توكيد نفي ملك هؤلاء لهذا القطمير. ولذا يقول بعض العلماء، يقول: النكرة إذا كانت في سياق النفي وزيد قبلها من، فهذا من باب التنصيص والتأكيد على هذا العموم. ثم قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوا هؤلاء لا يسمعوا دعاءكم. وكما قال عز وجل عن إبراهيم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فهي لا تسمع ولا تبصر. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه كما في سورة إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فإن عقلك إنما تعبد ما لا يسمع وما لا يبصر. هذا في شأن الأصنام. إن كان في غير الأصنام فإنه لا يستطيع الميت أن يجيب من دعاه. فقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني على افتراض أنهم لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يكون بين هؤلاء وبين من عبدوهم من التبرؤ، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكما قال تعالى عنهم: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. مثل خبير، المراد بالخبير هنا هو الله عز وجل. فإن كنت ذا عقل وذا فهم وذا إدراك فقد ذكر عز وجل لك هذه البراهين القطعية التي تبين عز هذه المعبودات، وأن هذه المعبودات تنقلب عدوا لعابديها يوم القيامة. ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. لما؟ لأنه مطلع على كل شيء. قد يخبرك شخص ولو كان ثقة لكنه قد لا يكون خبره على غرار الواقع، قد يعتريه نسيان أو عارض من العوارض، لكن قوله ولا ينبئك مثل خبير، نبأك من
الله عز وجل الخبير العالم بكل شيء. وفي هذا إثبات أن لله عز وجل اسما وهو الخبير.